الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن معنى عظيم، هو معنى كتبه الله عز وجل على العباد، هو الاختلاف والخلاف. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولكن اختلفوا. هذا الاختلاف سببه يعود إلى أمور كثيرة، أهمها أن الإنسان قد خلقه الله عز وجل يختلف لسانه عن أخيه الإنسان، وكذلك يختلف لونه ويختلف قوته، كذلك تختلف حجمه في الأموال والأولاد. بعض الناس عنده أولاد وبعض الناس ليس عنده أولاد، بعض الناس عنده من البنين وليس له من البنات، وبعض الناس له من البنات وليس له من البنين، وبعض الناس لم يعطيه الله عز وجل لا بنين ولا بنات. السبب أيها الإخوة الفضلاء يعود إلى معنى عظيم جدا، وهو الخلاف. لكن السؤال هو: كيف يتصرف الإنسان مع هذا الخلاف؟ كيف يتعامل الإنسان مع الخلاف الذي يقع مع الإنسان الآخر؟ لو أراد أن يدير هو هذا الخلاف سيفشل يقينا. لماذا نرى اليوم العنصريات؟ العنصريات في الألوان، العنصريات في الأنساب، العنصريات كذلك في التفاوت في المال، بل إننا نرى اليوم أشنع من ذلك من أنواع العنصريات. كذلك الاختلاف في الدين قد يؤدي إلى التناحر، قد يؤدي إلى التقاطع، قد يؤدي إلى مجازر يشهدها التاريخ بين أديان مختلفة. الحل أيها الإخوة الفضلاء ألا نكل خلافنا لأنفسنا ولا لعواطفنا ولا كذلك لآرائنا وأفكارنا. لماذا؟ لأن أحكامنا قاصرة، آراؤنا ينتابها العواطف. الإنسان إذا أراد أن يقضي هو فإنه يقضي بعواطفه. لذلك لو تأملتم حتى في النظام القضائي في الإسلام وغير الإسلام كذلك، لماذا القاضي رجل منفصل عن الناس؟ لماذا القاضي ليس هو صاحب المشكلة؟ حتى في الرياضة اليوم، في الرياضة، وكل الشباب يسمعني الآن يعلم، الحكم الذي ينتمي إلى نادي معين في توجهاته لا يحكم هذه المباراة التي فيها فريقه. لماذا؟ لأنه سينحاز أو يشتد، ينحاز لأنه فريقه، أو قد يشتد بزيادة حتى لا يلومه الناس أنه من هذا النادي. إذن إذا كان هذا ما يفعله البشر في أمور قد تكون ليست بذات الأهمية، فكيف اليوم البشر يتحاكمون إلى عواطفهم، آرائهم، أفكارهم، مذاهبهم الفكرية والاقتصادية والسياسية، ويتركون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّن الله عز وجل فيها أن الخلاف سيقع، ولكن بيّن أيضا فيها كيف يتصرف الإنسان مع هذا الخلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي لا يتركونهما أبدا، الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب. هذا في أمة النبي، وإلى اليوم لا زال الناس يتفخرون بالأنساب وكذا وغير ذلك. الجواب هو أن نتحاكم إلى كتاب الله. في الأديان قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اليوم المعاهدات الدولية كلها تنص على هذا، إذا كان الإنسان لا يعتدي عليك فلا تعتدي عليه، إذا حصل اعتداء فإننا نرد هذا الاعتداء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فكيف نقتل المعاهدين اليوم باسم الدين؟ كيف نقتل المستأمنين اليوم باسم الدين والانتصار للدين؟ هذا كله من الباطل والعدوان ومن الرجوع إلى أهواء النفس ووساوس الشيطان. كذلك مع الزوجة، إذا اختلفت وقد يحصل الخلاف، هناك نظام يحكمنا. يقول الله عز وجل: حكما من أهله، رجلا عاقلا من أهله وحكما من أهلها، ثم أكمل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن اليوم المرأة تختلف مع زوجها، فيدخل الذين ليس لهم عقل من إخوان الزوجة أو إخوان الزوج، وكل يؤلب وكل يشحن وكل يفعل وكل يقول، فتفسد عملية الخلاف وتتجه إلى الخصام والشقاق. الخلاف لا بد أن يقع، الخلاف موظف مع مديره إذا لم يحكمه قانون في العمل ولم تحكمه أخلاقيات قبل القانون، لأني ممكن أستغل هذا القانون، هذا القانون ممكن أستغل ضد الموظف أو الموظف يستغل ضد مديره أو مديرته. الحل هو
ليس فقط القانون بل أخلاقيات هذا القانون، أخلاقيات العمل. الطبيب اليوم في بعض الدول والحمد لله وكذلك في دولتنا اليوم الطبيب لابد أن تكون عنده أخلاقيات، ما يأتيه مريض فيحلبه كما تحلب البقرة فيقول له لابد أن تذهب إلى الأشعة وهو لا يحتاج، لابد أن تذهب إلى ما أدري كذا وهو لا يحتاج. نعم قد المريض لا يعرف، قد يظن أنه يحتاج إلى تلك الأمور والطبيب قد يخدعه، ولكن من الذي يضبط ذلك كله؟ أخلاقيات العمل، أخلاقيات الإنسان، مبادئ الإنسان. أيها الإخوة الفضلاء، الخلاف قد يصل إلى أعمق من ذلك، قد يصل إلى اختلاف في العقائد والملل. ما واجبنا تجاه هذا الخلاف في العقائد؟ ما واجبنا تجاه هذا الاختلاف في الملل؟ الواجب بسيط، أن نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يدعونا إلى دعوة المخالف، ما يقول اسكتوا عن المخالف. أناس تشرك بالله عز وجل، أناس يجعلون مع الله ندا ويجعلون لله عز وجل ابنا، نحن لا نحاربهم، نعم نحن نحسن إليهم ونقصد إليهم، نعم، لكن هذا لا يمنع أن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب، وسكت، بل قال بعدها إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وظلموا يعني اعتدوا، حاربوا، قاتلوا. أما إذا لم يقبلوا فقال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نحن واجبنا أمة التسامح، أمة الإسلام، أن نعم أن نحترم الخلاف ونحترم الاختلاف، ولكن لا نسكت عليه. إذا رأينا ظلما رفعناه، وأكبر الظلم هو الشرك بالله عز وجل، وكيف نرفعه؟ بما أمرنا الله بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة. طيب إذا أبوا بعد ذلك، إذا أبوا بعد ذلك فكما قال الله عز وجل إن لم يكونوا مقاتلين، لم يكونوا مخرجين لنا من ديارنا، فنحسن إليهم ونبرهم. ننتقل إلى الإحسان، فالإحسان قد يكون سبيل إلى هدايتهم، سبيل إلى تعظيم هذا الدين العظيم الذي ننتمي إليه. وكذلك المرأة لابد أن تحسن إلى زوجها وتقسط معه بما أمرها الله وليس بأهوائها، وكذلك الزوج، وكذلك الجار مع جاره حتى لو أساء عليه. هناك نظام يحكمنا، هناك دين وقانون يمنعنا من الظلم، يمنعنا من كل هذا الخلاف. الاختلاف اليوم بات متفشيا، سامحوني أن أدخل في مجال آخر. اليوم تأملوا في وسائل التواصل، هذه الوسائل الاجتماعية اليوم، انظروا إلى حجم الخلاف والاختلاف، سب وشتم، وكل يهرف بما لا يعرف، يتكلم في السياسة وهو ليس له ناقة ولا جمل، يتكلم في الدين وهو لا يعرف أن يتلو كتاب الله على طريقته الصحيحة أو يحفظ حديثا أو حديثين، وكل واحد يتكلم ويرد على الشيخ الفلاني، وآخر يرد على الوزير الفلاني، وكل ضاعت الأمور، ضاعت الأمور، لأنه تكلم الرويبضة ونطق السفهاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا المعنى العظيم، قال إذا تكلم الرويبضة قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الامرئ التافه، التافه يعني الذي ليس له شأن في هذه الأمور، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في قضايا الأمة، يتكلم في قضايا الفقه والفتوى والدين، يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وهواه، أحاديث قد بنيت على تراث عظيم من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم علما وتعلما وتأصيلا، المذاهب الفقهية العظيمة التي بنيت على أسس علمية تدرس في الجامعات اليوم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. أنا أسأل كل من يدرس في الجامعات في الشارقة، في دبي، في الإمارات، في العالم الإسلامي، نحن طلاب الجامعة لما كنا ندرس في الماجستير والدكتوراه، إذا كتبنا رواه البخاري في الجامعة التي تطلب التوثيق لا تريد تخريج تحت، تقول رواه البخاري بدون أن تحكم على الحديث. لماذا؟ ليس تكبرا وليس تعاليا، لأنه وصل إلى مرتبة من التدقيق وعصور مرت عليه من العلماء ولم ينتقده أحد، فكيف تنتقد أمرا مضى عليه مئات السنين بل قاربت على الآلاف دون أن ينتقده أحد؟ اليوم الدولة وفرت مصادر شرعية، وفرت قنوات شرعية، وفرت مجامع فقهية في بعض الدول نتحاكم إليها. اليوم في الفن يتكلم الفنانون، وكذلك في الهندسة يتكلم المهندسون، وكذلك في الطب يجتمع الأطباء والعلماء يتكلمون، وفي كل مجال تخصص، في الطب هناك أسنان، وفي الطب هناك باطني، وهناك حنجرة ولسان، وكل طبيب لا يتدخل في شؤون الآخر. فلماذا نأتي إلى الدين فيتكلم من يتكلم ويهرف من لا يعرف؟
يكفر المسلمين ويفسق ويبدع، أو آخر والعياذ بالله يرد الأحاديث ويسفه الفقهاء ويقول هذا تراث قد أكل الدهر عليه وشرب، هذا التراث الذي تقول قد أكل الدهر عليه وشرب يحافظ عليه أجناس آخرون من دول أخرى، يحافظون على تراثهم العلمي، يحافظون على تراثهم الديني، يحافظون على منزلة علمائهم في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأن هذه سنة الحياة، أن الخلافة سيظل باقي، والاحترام كل الاحترام لكتاب الله أولا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وللتخصص والعلماء الربانيين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الله ما أنزل الكتاب إلا وأنزل معه نبيا يبينه وعلماء يحفظونه إلى أن تقوم الساعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى لقاء جديد. أقول